الله الرحمن الرحيم. شكرا الشيف تي في على هذه التفاته هذه. القصه ديالي كما كانت نهار الخميس الماضي، الخميس 5 من الشهر الجاري، كنت فاجئ مع 7 ديال الصباح انا خارج كالعاده الخدمه ديالي، بعت واحد 200 متر، بعت واحد 200 متر على الدار، كنت فاجئ سميتو قائد المنطقه مع معزز بالقوه متجه للمنزل ديالي. فرجعت ملي رجعت كنلقى القائد خارج من المنزل ديالي من القعر كاع. سولتو قلت له شنو كاين، قال لي راه جيت نهدم هذا المنزل، هذا الطواليط هذا. قلت له علاش، لان راه قديم وهذه السقيفه هذه حتى هي راه قديمه وانا شريتها هكا راه تقريبا هذه عام. ومن بعد مشيت لعنده باش ناخذ الكرطوس ديالي باش ندير واحد الدعوه قضائيه، بنيت طواليط من جديد. فمن بعد ذاك النهار لا من لغد منه انا درت واحد الدعوه قضائيه السيد وكيل الملك، ومن بعد وليت مشيت درت دعوه اخرى للسيد العامل وطلبت واحد الطلب استعجالي باش نشوف السيد العامل. صافي من بعد وليت مشيت عاوتاني اتصلت عاود بمنابر اعلاميه اخرى وهضرت معاهم وحكيت لهم المشكله نتاعي كامله بالتفصيل. والبارح مشيت عند السيادة العامل عاوتاني باش نشوف القضيه ديالي فين وصلت. قالوا لي راه في الريشيرش دابا حاليا، وقلت لهم شحال المده، قال لك شي 15 يوم دابا تقريبا باش خصك تسال. 15 يوم عادي الا غتوجد. قلت لها ما ديرها بزاف، انا راه ما يمكن لياش. نصحتني واحد الانسانه قالت لي سير عند رئيس الدائره تكلم معاه. الخروج ديالي تلاقيت واحد من دوك الناس اللي كانوا هنايا اللي جاوا طيحوا ديال العماله، واكد لي قدام الملا ان هذه المساله هذه ما كانش شي امر من العامل ولا، وانما الحضور ديالهم كان فقط تسجيل النقاط على حسب هذه العمليات اللي قام بها تاع الهدم، واش كانت ناجحه ولا ما كانتش ناجحه، يعني تسجيل النقاط من اجل التعطيل.